أعربت الدكتورة انتصار عبد السلام كرمان شقيقة الناشطة توكل عبد السلام كرمان عن شكرها للرئيس السابق علي عبد الله صالح كونه أول السائلين عن حال والدها الذي يرقد في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت كرمان أن الرئيس السابق أرسل أحد الأطباء إليه السبت الماضي لتفقد حالته وإبلاغه سلامه وكذا دعائه بالشفاء العاجل وأمره بمتابعة حالته والإطمئنان إليه بين الحين والآخر. وأشارت الدكتورة انتصار في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إلى أن الرئيس السابق تواصل أكثر من 3 مرات رغبة في الحديث مع والدها عبد السلام كرمان للإطمئنان إليه بنفسه، مشيرة إلى أن ذلك تم من دون أي تسليط إعلامي إطلاقا، مؤكدة أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح اتسم مرارا على المستوى الشخصي بالتسامح والإنسانية وحمل في قلبه صفات الحب والوفاء.